السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. رابط التقديم على وظائف البريد السعودي سبل 1443 هجرية. وما هي شروط التقديم على وظائف البريد السعودي؟ متابعينا لأول مرة ياريت نشترك في القناة، ياريت نعمل لايك للفيديو، يا رب بيكم القناة تكبر إن شاء الله. رابط التقديم على وظائف البريد السعودي سبل 1443 هجرية. أعلنت مؤسسة البريد السعودي بعد الإعلان عن عدة وظائف شاغرة بالبريد السعودي، ازدادت عمليات البحث على هذه الوظائف من قبل الراغبين في العديد من الأشخاص لمعرفة وظائف البريد السعودي. وقد أعلنت المؤسسة بأن الوظائف تشمل إدارية، هندسة، تقنية وقانونية ومالية، وتعد هذه الوظائف خاصة لحمية الباكريوس. فما فوق العمل بعدة مجالات سوف نلقي الضوء عليها وعن وظائف البريد السعودي وكيفية التقديم على تلك الوظائف ومعرفة ما هي الشروط المطلوبة. ياريت يا جماعة نكمل الفيديو للنهاية عشان نعرف الشروط وكيفية التقديم. ما هي وظائف البريد السعودي سبل 1440 هجرية؟ تتمثل الوظائف الشغالة في البريد السعودي فيما يلي: مدير تقديم المخاطر، أخصائي أول ضمان الجودة، مدير عام التدفق الداخلي، مدير GEV OBS، رئيس المحاسبة، أخصائي الأحداث الخارجية، مدير تقييم المخاطر، أخصائي الأحداث الخارجية، مدير البيانات وشركات المبيعات، مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية، نائب الرئيس للشؤون المالية، مدير التجارة الإلكترونية المحلية، خبير لوجستي، أخصائي أول الامتثال الدولي، مدير البرامج، مدير المرافق، مستشار قانوني للعقود والاتفاقيات، مدير التحول، أخصائي أول ضمان الجودة، أخصائي الامتثال. شروط التقديم على وظائف البريد: أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة صاحب صورة وهيئة حسنة، أن يكون حسن المظهر ووسيما، كما يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية، كما أن يكون لديه رخصة قيادة سرية، أن يمتلك المتقدم للوظيفة سيارة خاصة، يشترط أن يكون جيد في المحادثة، ويجب أن يلتزم المتقدم بمواعيد العمل النهائية، أن يمتلك المتقدم للوظيفة هاتف حديث متصل بالإنترنت. يشترط على المتقدم كمندوب توصيل أن يكتب تعهد بشأن الأشياء التي سوف يستلمها ويقدمها في حالة جيدة دون أي ضرر أو إتلاف بها. خطوات التسجيل على وظائف البريد السعودي سبل 2022: الذهاب إلى الموقع الإلكتروني البريد السعودي الرسمي، ادخل بياناتك بالكامل منها الاسم صاحب طلب الوظيفة، وبعد إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك حتى تتلقى من خلاله الرسائل، اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف، ثم ادخل اسم المدينة التي يسكن بها مقدم الطلب، قم بالضغط فوق زر ارسال، انتظر حين وصول رسائل الموافقة، اخر موعد للتقديم وظيفة مندوب التوصيل للبريد السعودي، ثم فتح باب القبول لطلبات التوظيف في البريد السعودي من 25 من الشهر الرابع 1443 هجرية 10 ديسمبر 2022 ميلادية. يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.